اجتمع الرئيس التايواني مانغ جيو مع نظيره الصيني تشي جين بينغ في سنغافورة للمرة الأولى منذ انفصال تايوان عن الصين. وقال مانغ جيو إنه يسعى لتحسين العلاقات مع الصين والإبقاء على قنوات التواصل مفتوحة في المستقبل من دون المساس باستقلال بلاده. المزيد في سياق التقرير التالي. مصافحة تاريخية بعد ستة عقود بين رئيسي الصين وتايوان في سنغافورة، زيارة تضع في سلم أولوياتها تخفيف حدة العداء بين البلدين، حقبة جديدة يرسمها لقاء الزعيمين ليزدلا الستار على عقود من الخصام خلف تبعات اقتصادية وسياسية واجتماعية. وبالرغم من عدم اعتراف الصين بتايوان واعتبارها جزءا من أراضيها، إلى أن رئيس تايوان أكد أنه سيبقي القنوات مفتوحة مع الجانب الصيني دون المساس باستقلال بلاده. هذا اللقاء في بلد محايد يسعى لتجاوز الخلافات العميقة منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1949 حينما انتصر الشيوعيون وأسسوا الصين الشعبية، بينما انسحب الطرف المنهزم إلى تايوان وأسس الصين الوطنية.